أعظم ما أنجزته الثورة الإيرانية إنها رفعت الوعي والحس الشيعي عند الشيعة، كأنها ضمنا بتقول لهم إحنا أصحاب رسالة. في حضراتكم كده كان حزب البعث العربي كان يقول لك أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، حاجة زي كده يعني. فهم بقى عندهم إحساس بأنهم أمة فارسية إسلامية واحدة، أمة آسف شيعية إسلامية واحدة، وهي صاحبة رسالة أن تقود العالم الإسلامي. فعملت حاجة اللي احنا بنسميها Underground Network، عملت سلسلة شبكة من الاتصالات والتحالفات مع الشيعة في كل مكان. خد بالكم، الشيعة في أفريقيا بس، الشيعة في أمريكا، الشيعة في أوروبا، الشيعة في إيران، أسف، الشيعة في لبنان، الشيعة في سوريا، الشيعة في المغرب، الشيعة في شرق الجزيرة العربية، الشيعة في اليمن، الشيعة في عمان. كل هؤلاء كأن بينهم رابط تحت الأرض. أنت بتنتمي لبلدك، بس انتمائك لبلدك يأتي في مرتبة أقل أهمية من انتمائك للمذهب الشيعي. وجدت المملكة العربية السعودية نفسها محاصرة بشيعة موالين لإيران في إيران طبعا رقم واحد، في الخليج العربي، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. ماذا تفعل؟ كانت فكرة المملكة الأساسية وأملها وطموحها أن ترسل مصر وباكستان قوات على الأرض، قوات برية. عايز أقول لحضراتكم اللي بيدرس هذه المنطقة من العالم بالذات مسألة اليمن، بس يعني فكرة ان انت تبعت قوات على الارض، انت عمليا بتبعت ناس عشان ما ترجعش. وفي خطوة غير مسبوقة، البرلمان الباكستاني صوت بالاجماع، تخيلوا حضراتكم بالاجماع، على رفض ارسال قوات برية باكستانية تحارب في اليمن.